بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على أحد العناصر الإنشائية اللي بتكون موجودة في بعض الصالات الصناعية، وهي الكرين جيردرز. نشوف مع بعض دلوقتي إيه هي الكرين جيردرز وبتتصمم إزاي. نتكلم الأول على الأوفرهيد كرينز عشان نعرف نصمم الكرين جيردر اللي هي بتشيل الكرين اللي هو الونش العلوي اللي بيكون موجود في بعض الصالات الصناعية. لازم نبقى فاهمين الكرين ده هو شكله ايه وبيتحرك ازاي. دي صورة لكرين موجود في صالة بتاعة مصنع. هنلاحظ الكرين اللي موجود عندنا ده بيبقى عبارة عن هو اساسا عبارة عن عربية الونش دي، اهو الونش العلوي. العربية دي اللي هي نازل منها الوايرز اللي بتشيل الخطاف اللي هو بيشيل الحاجات اللي احنا عايزين نشيلها. العربية ده هي بتكون راكبة على كاميرا بالعرض بالشكل ده. الكاميرا دي بتكون كاميرا ستيل وهي جزء من الكرين نفسه، مش هي دي الكرين جيردر اللي انا بتكلم عليها. دي الكاميرا، دي الكاميرا بتاعت هو ده نفسه الكرين. الونش ده هوت العربية بتاعت الونش دي ليها عجل هنا هوت بيتحرك بالعرض كده على الكاميرا الستيل اللي موجودة فوق كده. الكاميرا الستيل ده هيت بيكون ليها عجل موجود هنا وهنا زي الناحية التانية، هنا في عجل وهنا في عجل، بيمشي على ريل موجود على طول المصنع. اذا العربية ده هيت اللي بتاعت الكرين بتتحرك بالعرض كده هوت على الكاميرا الستيل ده هيت، وبعدين الكاميرا الستيل دي بحالها بتتحرك في الاتجاه الطولي بتاع المصنع على عجل موجود هنا ماشي على ريلز في الجنب ده وفي الجنب ده. الريلز دهيت بتكون مرتكزة على كاميرا اللي هي قدامنا في الصورة دهيت، هي كاميرا ستيل ممكن تكون خرسانة. طبعا في الشغل بتاعنا احنا بنتكلم على الكاميرات لما تكون خرسانة، بس هي للأسف الصورة اللي لقيتها واضحة ومناسبة لحاجة زي كده الكاميرا بتاعتها دهيت كاميرا ستيل. هي دي الكرين جيردر اللي انا بتكلم عليها واللي انا هصممها في المحاضرة بتاعت النهاردة. بالمناسبة النظام ده هو بيسمح لي ان انا اقدر اشيل اي حاجة في المساحة اللي موجودة عندي دي كلها من الارض انقلها لاي نقطة تانية عن طريق الحركة اللي في اتجاه العرضي اللي هنا والحركة اللي في اتجاه الطولي اللي هنا. اقدر اخد اي حاجة من اي مكان اشيلها وارفعها لفوق وامشي بيها وانزلها في اي مكان برضو انا محتاجه. ده صورة الكريم بالتفصيل بس اكتر شوية بعيد بقى عن الاستراكشر اللي موجود عندي. دي العربية اللي انا بتكلم عليها، وادي الهوك اللي بيشيل الاحمال اللي موجودة، وده الموتور اللي بيرفع الهوك ده هو فوق وتحت. العربية دي بحالها بتتحرك يمين وشمال على الكاميرا الستيل دهيت، والكرين ده بحاله مرتكز هنا على العجلة دي والعجلة دي والناحية التانية هنا وهنا. دي هتمشي على كرين جيردر في الاتجاه الطولي للمصنع، والجنب ده هو برضو هيمشي على كرين جيردر تانية في الاتجاه الطولي للمصنع. يبقى الكرين ده كله محتاج اتنين كرين جيردرز، واحدة على اليمين وواحدة على الشمال علشان يتحرك عليهم الجنب ده هو والجنب ده. دي صورة لمصنع. هنا الكرين جيردر بقى موجودة خرسانة اهي. عندي اكتر من كرين موجودين في المصنع، ممكن في بعض الاحيان بيبقى في حاجة زي كده. صالة زي اللي موجودة دي فيها يعني كذا كرين موجودين، كل واحد فيهم له العربية بتاعته اللي بتتحرك باتجاه العرضي، وفي نفس الوقت واحد زي ده مثلا عندي العجلتين اللي هنا ماشيين على الكرين جيردر اللي في الجنب ده، وفي الناحية التانية برضو ماشيين على الكرين جيردر اللي في الجنب ده. يقدروا يشتغلوا كلهم مع بعض وكل واحد فيهم يشيل الحمل من اي مكان يحطه في اي مكان. صورة زي اللي قدامنا دي بتوضح لي الكرين ممكن يوصل لأحجام شكلها ايه عشان نبقى متخيلين الكرين جيردر اللي احنا بتصممها ممكن تشيل ايه. الكرينز ممكن تكون حجمها صغير، السبانز اللي هي بتتحرك عليها صغيرة، والأحمال اللي بتشيلها صغيرة ممكن تبقى 1 أو 2 طن في الحاجات الصغيرة مثلا. أرقام اللي هي 5 طن وال10 طن أرقام عادية جدا، ممكن توصل ل20 أو 30 طن، ممكن 50 طن برضو جايز، وجايز توصل لحاجة زي اللي احنا شايفينها قدامنا.
انا هديكوا ثواني كده بس تتخيلوا حجم الكرين ده عامل ازاي. علشان نتخيل حجم الكرين ده هوت، شايفين الحتة اللي هنا دي؟ الاول نتكلم على الكرين، مكونات الاساسية بتاعته. ادي الكاميرا الستيل بتاعته، واحدة اهي واحدة اهي، وادي العربية اللي بتتحرك اللي هي موجودة فوق دي اللي بتشيل الاوناش، وفي ليها تو هوكس، واحد صغير واحد كبير، واحد لاحمال نقولها متوسطة، واحد لاحمال ضخمة. فعلا العربية دي كلها بتمشي على الكامرتين الستيل دول في الاتجاه العرضي، والستراكشر الكبير اللي موجود فوق ده بحاله بيتحرك في الاتجاه الطولي بتاع المصنع على الكرين جيردر اللي هي موجودة في الجنب ده على عجل موجود هنا وهنا، وفي الناحية التانية في هنا وهنا. الجزء اللي موجود هنا عشان نتخيل، هي دي الأوضة أو غرفة التحكم اللي بتسوق، اللي بيقعد فيها السواق اللي بيسوق الكرين ده اللي بيشغله ده، قاعد في الأوضة دي. وشايف هنا الكرينز اللي في الأحجام الصغيرة بيكون غالبا التحكم فيها عن طريق جهاز ريموت، بيبقى من سلك كده نازل من الجنب كده هوت، والراجل اللي واقف تحت في الأرض ماسكه بيتحكم في الحركة بتاعته في جميع الاتجاهات، فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وورا. الكرين ده هوت في مكان عالي بيشيل أحمال كبيرة، الأوضة دي بيقعد فيها واحد اللي هو بيتحكم في الكرين. شايفين حجم الأوضة قد إيه بالنسبة للكاميرا دي؟ ده سلم، ده سلم عشان يطلع بيه العامل من هنا لحد فوق لأعمال الصيانة اللي ممكن نحتاجها للكرين. كاميرا الكرين اللي هي الستيل اللي تعتبر جزء من الكرين نفسه، الكاميرا دي كبيرة لدرجة إن فيها باب هنا هوت عشان عمال ممكن يدخلوا جواها. دي عبارة عن زي بوكس جردر كده بالظبط. طبعا ابتدينا نتخيل الحجم بتاع الكرين ده عامل ازاي. ارتفاع الكاميرا الحديد دي ممكن يكون حوالي مثلا 4 متر ويمكن اكتر. طبعا كرين زي ده يعني غالبا بتاع ورشة بتاع تصنيع مراكب، وهتلاقي الكاباسيتي بتاعته بتتكلم في مئات الاطنان، حاجة بالحجم اللي موجودة قدامنا ده. ده اذا ما كانش يوصل ل 1000 طن ولا حاجة، يعني رقم يعني استراكشر ضخم ضخم فعلا. يعني انت متخيل ان كل ده بالحمل اللي هو شايله بيتحرك على كاميرا الكرين اللي في الجنب ده وكاميرا الكرين اللي في الجنب ده؟ طبعا ده بيدينا فكرة عن الامور ممكن توصل الى اي درجة من الاحمال. نشوف بقى الكرين جيردرز. احنا بعد ما فهمنا الكرين وتخيلنا الشكل بتاعه، نشوف بقى الكرين جردر ونشوف التفاصيل بتاعة التصميم بتاعتها ماشية ازاي. دي صورة مبسطة خالص لصالة مكونة من فريم، الفريم اللي قدامي ده هوت، وادي الاوفر هيد كرين اللي انا بتكلم عليه، ادي العربية بتاعته، وادي الكاميرا ستيل بتاعته، والمفروض ان له عجلة هنا هوت بتمشي على ريل في الجنب ده وريل تاني في الجنب التاني في الاتجاه اللي هو عمودي على السكرين بتاعتي دهيت. ادي كاميرا الكرين جردر لو كانت موجودة عندي من الخرسانة، وده اللي انا مهتم بيه النهاردة. كاميرا الكرين جردر في واحدة هنا هوت وواحدة هنا علشان يرتكز عليها الريل اللي في الجنب ده والريل اللي في الجنب التاني. كاميرا الكرين دي بتكون مرتكزة على براكت، البراكت ده طالع من العمود بتاع الفريم، ده البراكت ده اللي هو يعتبر شورت كانتيليفر طالع من العمود بتاع الفريم. ما ينفعش الكاميرا دي تبقى داخلة ومرتكزة على عمود الفريم مباشرة علشان الكرين اللي ماشي ما يخبطش في الأعمدة، فلازم الريل يكون بعيد عن العمود هنا هوت عشان الكاميرا دي تقدر تتحرك، وبالتالي الكاميرا دي لازم تكون بعيد عن وش العمود ده. فبضطر ان انا اعمل براكت من الخرسانة كانتيليفر صغير كده هوت اشيل عليه الكاميرا دي، وزيه الناحية التانية. غالبا بنحتاج يكون في الجزء هنا هوت فيه بلاطة علشان اي اعمال صيانه تتم للكرين ده هوت، اللي يطلع فوق يلاقي مكان يقدر يقف عليه ويتحرك عليه، والعده بتاعته يحطها عليه، ولو بيفك حاجه من الكرين ممكن يحطها عليها. بيكون هنا هوت في وول بيم. احنا اتكلمنا قبل كده على الوول بيمز وقلنا ليها فوائد كتير، ليها كمان هنا فايده اضافيه انها تساعدني في ان انا اشيل البلاطه الافقيه اللي بتتحط في منسوب كاميرا الكرين. يبقى البلاطه دهيت مرتكز على كاميرا الكريم من هنا ومرتكز على الوول بيم من الناحيه التانيه، نفس الكلام في الجانب الاخر.
نيجي نشوف الأحمال اللي موجودة على كاميرا الكرين دهيت. أول حاجة في الأحمال اللي عندي اللي هو الأون ويت بتاعها. الأون ويت بتاع كاميرا الكرين، أدي كاميرا الكرين اللي هنا. الأون ويت بتاعها زي الكاميرات العادية خالص، مساحة المقطع بتاعها مضروب في جامع كونكريت. أدي كاميرا الكرين أهي ماشية بالشكل ده، مرتكزة على البراكت، كاميرا مستمرة، وبالتالي المسافة من سنتر البراكت هنا لسنتر البراكت هنا هي المسافة عبارة عن السبيسينج بين الفريمز. الكاميرا دي كاميرا مستمرة، أحمال بتاعتها زي ما قلت زي أحمال البلاطات العادية الكاميرات العادية خالص، والحمل بتاع الأون ويت هسميه دبليو نوت، حمل موزع بانتظام بالشكل ده هوت. نقط الارتكاز اللي هي البراكتس زي ما قلت المسافة بينها هي السبيسينج أوف فريمز، يبقى هي دي السبان بتاعة الكرين جيردر. تاني حاجة من الأحمال اللي بتشيلها كاميرا الكرين اللي هو الريل اللي موجود عليها. الريل ده هو نقدر نفرض الوزن بتاعه بقيمة تقريبية طبعا على حسب حجم الكرين، بالتأكيد لو كان كرين صغير بيشيل 5 طن غير لما يكون كرين كبير بيشيل 500 طن. فبالتالي الداتا دي المفروض تبقى جيفن ليا كمهندس إنشائي بيصمم الفريم، لازم أعرف من الشركة اللي بتورد الكرين اللي هيمشي لازم اعرف الريل بتاعه الوزن بتاعه ايه. بس نقدر نقول في المقاسات اللي هي الصغيره او المتوسطه رقم 8 من 10 كيلو نيوتن على المتر الطولي او 1 كيلو نيوتن على المتر الطولي رقم معقول جدا بالنسبه لوزن الريل. الريل ده بيبقى عامل زي بالظبط الريل بتاع السكه الحديد، والعجله بتاعت الكرين بتبقى عامله زي عجله القطر بتاع السكه الحديد، حاجه مشابهه ليها. الريل ده هو مستمر بكامل طول كاميرا الكرين، وبالتالي حمل موزع بانتظام بيساوي W ريل. تالت حاجة البلاطة اللي موجودة جنب كاميرا الكرين جاية من الوول بيم لحد الكرين جيردر. البلاطة دي بتبقى عادة بلاطة وان واي سلاب، لأن المسافة من هنا لهنا دي بتبقى مسافة صغيرة في حدود 2 متر تقريبا. طبعا بتتحسب بالظبط من بعد العمود وبعد الطرطفة من وش العمود لحد نهاية الكانتيليفر، لكن بنقول حاجة في حدود 2 متر تقريبا. المسافة ما بين الفريمز وبعضها، يعني البلاطة دي في البلان لو بصيت عليها عرضها كده 2 متر طولها، هي بلاطة مستمرة في المسافة بين الفريمز على مسافة في حدود مثلا زي ما اتفقنا قبل كده في حدود 4 5 6 متر. يعني البلاطة دي عادة بتكون بلاطة one way slab. الأحمال بتاعتها بتتحسب زي البلاطة الوان ويس زي البلاطات بصفة عامة، اون ويت وكفر ولايف لود. المينيمم ثيكنس بتاعها لأنها بتكون معرضة إلى دايناميك افكتس من الكرين اللي ماشي، صحيح الكرين مش مرتكز على البلاطة دي، هو مرتكز على كاميرا الكرين جيردر، لكن برضو بسبب الفايبريشن واللاترال شوك اللي ممكن تحصل ممكن البلاطة دي تكون نعتبرها معرضة إلى أحمال ديناميكية، وبنعتبر ان السمك بتاعها ما بيقلش عن 120 مللي. اللايف لود اللي بيتاخد عليها بيكون حاجه في حدود 5 كيلو نيوتن على المتر المربع، ما هياش زي الاحمال البلاطات العاديه للاستخدام المباني السكنيه مثلا، لا طبعا، لان هنا احمال الصيانه اللي بتتم على الكرين ممكن تخلي فيه بعض المعدات او بعض قطع الغيار اللي موجوده محطوطه عليها باحمال تقيله شويه، فانا بتكلم على لايف لود تقريبا في حدود 5 كيلو نيوتن على المتر المربع. الكفرنج ماتيريال ما بيكونش عندي رمل بقى تسويه وطبقات السيراميك او البلاط اللي احنا متعودين عليه في المباني العاديه، لا هنا بتبقى فيه طبقات معينه مقاومه للبري والاحتكاك، فانا لو اعتبرت ان الكفرنج ماتيريال مجرد رياسه اسمنتيه او اي نوع اخر من الطبقات بيكون في حدود من نص الى 1 كيلو نيوتن على المتر المربع بيكون كافي جدا، مفيش داعي ان انا اخدها 2 كيلو نيوتن على المتر المربع، لا هنا نص او 1 بالكتير بيكون كافي عندي. الأحمال اللي جاية من الكرين سلاب جزء منها جاي من الديد لود بتاع البلاطة دي اللي هو الأون ويت والكفر، وجزء منها جاي من اللايف لود اللي موجود على البلاطة نفسها. سواء اللي جاي من الديد لود أو اللايف لود لو اتضرب في المسافة دهيت بين الكاميرتين دول على 2 يجيب الحمل اللي جاي على الكاميرا دهيت. الحمل دوت هيبقى حمل موزع بانتظام، جزء منه W سلاب جاي من الديد لود وجزء منه W سلاب جاي من اللايف لود، ويبقى هو ده الحمل الموزع بانتظام اللي موجود على الكاميرا دي، جزئين، واحد يتحسب من الديد لود بتاع البلاطة
واحد يتحسب من اللايف لود بتاع البلاطه، وسيبهم كل واحد لوحده عشان لما نيجي بعد كده نحسب الالتيميت لود او المينيمم لود نعرف نحسبه ازاي. يبقى الاحمال اللي فاتت الريل كان يعتبر ديد لود، الاون ويت بتاع كاميرا الكرين يعتبر ديد لود، البلاطه اللي موجوده جنب الكرين جنب كاميرا الكرين هنا جزء منها ديد لود وجزء منها لايف لود. رابع حاجه في الاحمال هي الاحمال المركزه الديناميكيه اللي جايه من العجلات بتاعه الكرين. تعالوا بصوا عشان نتخيل الموضوع ماشي ازاي. ادي كاميرا او مش كاميرا، خلينا نسمي الجزء ده كله الكرين، وادي العربيه بتاعه الكرين اللي بتشيل الاحمال. العربيه دي هي لو شالت الحمل الاقصى بتاعها وتحركت لليمين هنا هوت الى اخر اقرب نقطه الى الكاميرا الكرين اللي على اليمين دي، في الحاله دي هي رد فعل الكرين على الكاميرا الكرين او الاحمال اللي جايه من عجلات الكرين اللي مرتكزه على الريل هنا هتبقى هنا هسميها بي ماكسيمم، اقصى قيمه ليها. في نفس الوقت اللي العربيه دي واقفه فيه هنا والبي ده هي بتساوي بي ماكسيمم، هيبقى العجلات بتاعت الكرين اللي موجوده في الناحيه الثانيه بتديني رد فعل اسمه بي مينيمم، لان العربيه اللي شايله الحمل جايه على الجنب ده، فبالتالي الرياكشن اللي هنا هيبقى كبير، الرياكشن اللي هنا هيبقى صغير. هنا في بي ماكسيمم، هنا في بي مينيمم. لو العربيه بتاعت الكرين دي اتحركت وراحت على الجنب الثاني من المصنع بتاعي هيجي لي هنا هي البي ماكسيمم، ويبقى الناحيه الثانيه هي اللي اتولد فيها بي مينيمم. يبقى لو انا بصمم كاميرا الكرين سواء اللي على اليمين او على الشمال الاثنين زي بعض، والاثنين بيتصمموا على اقصى قيمه لاحمال العجلات ممكن تحصل عندهم اللي هي بي ماكسيمم. بالنسبه لكل كرين بيبقى فري له جدول بتاع المواصفات بتاعته بيقول لي لو هو شايل الكاباسيتي بتاعته كامله البي ماكسيمم تساوي كام، اللي هو لو العربيه بتاعته موجوده ناحيه الجنب ده، والبي مينيمم اللي في الجنب البعيد بتساوي كام. يبقى بي ماكسيمم وبي مينيمم الاثنين بيكونوا جيفن بالنسبه لك في التمرين او في الامتحان، هيبقوا جيفن. لو انت بتصمم منشا بجد بيبقى الجدول بتاع البروبرتيز بتاعه الكرين الداتا شيت بتاعه بيبقى مكتوب فيه البي ماكسيمم بكام والبي مينيمم بكام. بالنسبه لكاميرا الكرين انا يهمني طبعا القيمه الاقصى، بالتاكيد لو شلت البي ماكسيمم هيكون سيف مع البي مينيمم، لكن زي ما هنشوف بعد كده لما اجي اصمم الفريم يبقى لو في عندي العجل في جنب بي ماكسيمم اكيد في نفس اللحظه الناحيه الثانيه مش هيكون بي ماكسيمم زيها، هتبقى بي مينيمم. يبقى وانا بصمم الفريم الوضع يختلف، لو بي ماكسيمم في جنب هيبقى بي مينيمم في الجنب الثاني. بصمم الكاميرا بتاعه الكرين بشتغل دايما على بي ماكسيمم، لان احتمال تبقى هنا واحتمال تبقى هنا، فالكاميرتين لازم يتصمموا على نفس القيمه. ده طبعا بيكون عباره عن لايف لود. كويس، شكل البي ماكسيمم والبي مينيمم ازاي عشان نبقى متخيلهم برضو. ادي العجلتين بتوع الكرين اللي مرتكزين على كاميرا الكرين جيردر في جنب منهم. لو تخيلت الحمل اللي موجود هو بي ماكسيمم فالعجلتين في ما بينهم مسافه اي، ودي طبعا بتكون من الداتا بتاعه الكرين وبتبقى جيفن برضو. العربيه ده هي بتتحرك او الكرين ده هو بيتحرك على كاميرا الكرين، دي كاميرا الكرين جيردر اللي انا بتكلم عليها المرتكزة على البراكتس، وادي العربية اهي. العربية دهيت هتجيب لي احمال على كاميرا الكرين، حملين مركزين بي ماكسيمم هنا بقى زائد اي. ايه اي دهيت؟ ده عشان دي احمال متحركة بيبقى في عندي امباكت او دايناميك افكت لها. بي ماكسيمم زائد اي، بي ماكسيمم ده الستاتيك لود زائد اي الامباكت فاكتور بتاعي، تطلع في الاخر 1.25 بي ماكسيمم. الامباكت هنا 25% من الحمل الاساسي، وبالتالي بي ماكسيمم زائد اي بتساوي 1.25 بي ماكسيمم. الكاميرا بتاعت الكرين اللي بيتحرك عندي على كاميرا الكرين بيجيب لي حملين مركزين عند العجلتين دول، وده ممكن يتحرك على الكاميرا دي يروح في اي مكان عليها، زي ما احنا خدنا في الكباري في الترم الاول الاحمال المركزه المتحركه دهيت، هنشوف هنتعامل معاها ازاي بعد كده. المهم هنا احنا حسبنا قيمتها بتساوي كام. يبقى لما اجي اشوف بقى كل الاحمال اللي انا قلت عليها، كاميرا الكرين اللي عندي شايله ديد لود ولايف لود. الديد لود اللي هي شايلها عباره عن ايه؟ هسميه جي. الديد لود اللي على كاميرا الكرين هسميه جي.
هي كلها احمال موزعه بانتظام، جزء منها جاي من دبليو نوت اللي هي اون ويت، جزء منها جاي من دبليو ريل اللي هو وزن الريل اللي موجود على كاميرا الكرين، وجزء منها جاي من الديد لود بتاع السلاب، البلاطه اللي جنب كاميرا الكرين المرتكز عليها جزء من احمالها ديد لود هينقل برضو حمل موزع بانتظام على الكاميرا. مجموع الثلاث حاجات دول يديني جي اللي هو الديد لود. اللايف لود اللي موجود على كاميرا الكرين بينقسم الى جزئين، اول جزء من اللايف لود اللي هو الحمل الموزع اللي جاي من اللايف لود اللي على البلاطه، دبليو سلاب لايف لود. شفنا قبل كده بيتحسب ازاي، دبليو سلاب لايف لود هيروح منه جزء على كاميرا الكرين، نصيب الكاميرا من حمل البلاطه اللايف لود وهسميه بي. يبقى جي الحمل الموزع بانتظام ديد لود، بي الحمل الموزع بانتظام لايف لود. اللايف لود كمان بيشمل الاحمال المركزه اللي جايه من الكرين، من العجلات بتاعه الكرين، ودول عباره عن حملين مركزين قيمه كل واحده منهم بي ماكسيمم زائد اي، والمسافه ما بينهم هي المسافه اي اللي بتكون جيفن عندي ومعلوم. الحملين دول ممكن يتحركوا على الكاميرا في اي مكان عليها. بعد ما حسبنا الاحمال نبتدي نحسب القوى الداخليه، العزوم وقوى القصف، خطوه التحليل الانشائي. بما ان عندي احمال مركزه متحركه يبقى عشان احسب قيمه العزوم القصوى وقوى القصف القصوى لازم استخدم الانفلونس لاينز. انا مش عارف احط الاحمال فين عشان يديني اقصى عزم عند اي قطاع موجود عندي، يبقى لازم احط الانفلونس لاين قدامي وابتدي ادور على المكان اللي احط فيه الاحمال عشان يديني اقصى قيم للقوى الداخليه، وبعدين استخدم الانفلونس لاين في حساب هذه القوى الداخليه. طب انا عايز احسب القوى الداخليه فين؟ لو انا تخيلت كاميرا بتاعت الكرين كاميرا مستمره بالشكل ده، انا هدور على القوى الداخليه في البحرين الاولانيين وهصمم عليهم، لاني هعتبر كل البحور الداخليه تقريبا زي بعض. بالنسبة للعزوم ادي الركائز بتاعتي، لو انا سميت الركائز بتاعتها A و B و C، هاجي في البحر الاولاني هقسمه لنقطة في النص مثلا هسميها E، نقطة هنا هوت في الربع D، ونقطة في التلات ارباع F، علشان الانفلونس لاينز اللي موجودة عندي موجودة على نقط من مضاعفات عشر البحر، فممكن النقطة E دي اعتبرها النقطة اللي هي في النص، او ممكن لان ده بحر طرفي اقول الماكسيمم مومنت هيحصل عن 0.4 من السبان، فاعتبر النقطه دي هي النقطه اللي عند 0.4 من البحر، يعني النقطه رقم 4 على الانفلونس لاين بتاعي. لو انا خدت اي هي النقطه رقم 4 يبقى دي ممكن اخدها نقطه رقم 2 هي اللي هي على بعد 0.2، والنقطه اف ممكن اعتبرها نقطه رقم 7، انصف المسافه هنا اهوت، يبقى اخد كمان 0.3 هنا، يبقى النقطه اف دي 7 من 10 من هنا او 3 من 10 من هنا. لو خدت النقطه دي هي النقطه اللي في النص يبقى نقطه دي ممكن اخدها نقطه 2 او 3، ونقطه اف ممكن اخدها نقطه 7 او 8. بالنسبه للبحر اللي في النص هاخد النقطه اللي في نص البحر اللي هيطلع فيها ماكسيمم بوزيتيف مومنت اتش، اعتبر النقطه دي هي نقطه رقم 5، نقطة جي ممكن اخدها نقطة رقم 2 او 3، ونقطة اي برضو اخدها نقطة رقم 7 او 8 بالنسبة للبحر التاني. كل النقط دي انا محتاجها في البنينج مومنت، لان انا محتاج ارسم شكل الماكسيمم ماكسيمم بنينج مومنت دياجرام بتاع الكاميرا دي، وهنشوف بعد كده لما نرسمه ليه احنا كنا محتاجين نرسم الشكل على الكامل، مش محتاج بس الماكسيمم بوزيتيف مومنت هنا والماكسيمم نيجاتيف هنا، محتاج ارسم الشكل. بالنسبة للشير هنكتفي بنقطة هنا اهوت على يمين الركيزة A، هسميها A رايت، نقطة E اللي موجودة في نص البحر اللي هي نقطة رقم 5، وعند الركيزة B عندي B ليفت و B رايت، نقطتين للشير. البحر التاني هاخد فيه نقطة في النص اللي هي H، وهاخد نقطة هنا اهوت على شمال الركيزة C هسميها C ليفت. كل واحدة من النقط اللي عندي فوق للبيننج مومنت هرسم لها المومنت، هحسب لها المومنت الأول بتاعها، وكل نقطة من نقط الشير اللي عندي اللي أنا اخترتهم دول هحسب لها الشير بتاعها باستخدام الانفرنس لاينز. لو جيت آخد مثال مثلا لنقطة E، هبتدي الأول بالويل لود اللي هو الموفينج دايناميك لود. المفروض الكاميرا اللي عندي بيتحرك عليها الحملين المركزين اللي قلنا عليهم اللي هما P ماكسيموم زائد I
وبينهم المسافة ايه. حملين دول بيتحركوا على الكاميرا دي، عايز احسب الماكسيمم مومنت اللي بيتكون في نقطة ايه، محتاج احسب بوزيتيف ومحتاج احسب نيجاتيف. هروح جاي الاول راسم الانفلاس لاين بتاع المومنت عند نقطة ايه، هيطلع حاجة بالشكل ده. هحمل او احط الاحمال بتاعتي مرة في الجزء اللي يديني ماكسيمم بوزيتيف مومنت، واحط الاحمال مرة تانية في الجزء اللي يديني ماكسيمم نيجاتيف مومنت. الجزء البوزيتيف من الانفلاس لاين بتاعي الاحداثيات الكبيره بتاعتي هتلاقي هنا هوت ايه واحد هنا وايه اتنين هنا هوت في مكان ما. لو انا حطيت حمل عجله موجود عند الماكسيمم مومنت البوزيتيف، اكبر قيمه اكبر احداثي عندي هنا هوت، هشوف العجله التانيه اللي على مسافه ايه هتيجي هنا هوت على مسافه قد ايه. اخد قرايه الانفلاس لاين اللي هنا وقرايه الانفلاس لاين اللي هنا ايه واحد وايه اتنين، ويبقى الام التيمت ايه نتيجة الأحمال ده هي البوستيف عبارة عن قيمة الحمل P ماكسيموم زائد I، ولأن أنا هحسب ألتيميت لود على طول يبقى هضرب في 1.6 مضروب في مجموع الأحداثيين A1 و A2. بعد كده عايز أحسب M ألتيميت E نيجاتيف، لأن الأحمال المركزة التقيلة دي لو جت في البحر اللي جنبه عند الأحداثيات السالبة بتاعت الإنفلاس لاين هتديني عزم سالب عند نقطة E دهيت. هدور على المكان اللي احط فيه الحملين دول اللي بينهم المسافة الثابتة اللي انا عارفها، بحيث ان مجموع الاحداثيين B1 وB2 يكون اقصى ما يمكن كاحداثيات سالبة. هحمل الجزء النيجاتيف من المنحنى، يبقى اما ultimate E نيجاتيف عبارة عن 1.6 P maximum زائد I، ده قيمة الحمل مضروب في الاحداثي B1 زائد B2 اللي هما في الجزء النيجاتيف، اللي يدوني اكبر مجموع للاحداثيين مع بعض عشان اجيب اكبر عزم سالب هيتولد من الاحمال المركزه. طبعا الانفلاس لاين احنا خدنا في الكباري ازاي نتعامل معاها، والانفلاس لاين للكاميرات اللي البحور بتاعتها متساويه هيكون متاح عندك وموجود في الداتا شيت. بالنسبه للاحمال الموزعه، بما اني عايز احسب العزوم زي ما حسبتها للاحمال المركزة عند النقط اللي انا اخترتها، فانا عايز احسب برضو العزوم للاحمال الموزعة عند نفس النقط. كده كده انا عندي الانفلونس لاين موجود، يبقى اقدر استخدم الانفلونس لاين في حساب العزوم الناتجة من الاحمال الموزعة. نحسب الاول، لان انا هعمل كيس فلودينج، هحسب الاول W ultimate بكام. W ultimate عبارة عن 1.4 G اللي هو الديد لود، زائد 1.6 P اللي هو اللايف لود. W minimum عبارة عن 9 G اللي هو الديد لود. بتكلم برضو على نقطة E اللي أنا كنت راسم لها الانفلونس لاين زي ما أنا رسمه كده هوت. عايز أجيب المومنت الماكسيمم البوستيف اللي هيحصل عند نقطة E. في الحالة دي هحمل ultimate لود في الجزء البوستيف من الانفلونس لاين، هحمل بيها W ultimate. احمل مينيمم لود في الجزء النيجاتيف من الانفلاس لاين، احمل W ultimate في الجزء البوزيتيف من الانفلاس لاين. علشان اجيب قيمة العزم الموجب عند نقطة E، اما ultimate E positive نتيجة الاحمال الموزعة اللي موجودة عندي ونتيجة الكيس اوف لودينج دي الكيس اللي هتديني اما ultimate عندي E positive. هجيب W ultimate دهيت مضروبة في A1 زائد W ultimate مضروبة في A3 ناقص W minimum مضروبة في ال A2، لأن الجزء ده هوت سالب من الانفلاس لاين، يعني كأني بضرب قيمة الحمل في مساحة الانفلاس لاين اللي تحته، بس دبل بوزيتيف دبل نيجاتيف دبل بوزيتيف. وطبعا حساب الاريا بتاعت الانفلاس لاين سهلة بقاعدة سيمسون، عارفين الكلام ده هوت من الكباري وعارفين نستخدمه ازاي. طب لو انا عايز اجيب العزم السالب اللي هيتولد عند نقطة E بسبب الاحمال الموزعة، في الحالة دي احمل الـ ultimate load في الجزء النيجاتيف من المنحنى، واحمل الـ minimum load في الجزء البوزيتيف، minimum load في الجزء البوزيتيف. يبقى التحميلة اللي موجودة عندي فوق دي هي دي اللي هتديني M ultimate عند E نيجاتيف. قيمة المومنت عند E النيجاتيف بيساوي ايه؟ بيساوي ناقص الـ W ultimate في A1 في A2 اسف، ناقص W ultimate في ال A2 ده بالسالب، زائد W minimum مضروبة في ال A1
زائد W minimum في ال A 3. يبقى أنا قبل ما أبتدي أحسب قيم العزوم أنا هحسب المساحات بتاعت الانفلونس لاين A 1 و A 2 و A 3. A 1 مساحة الانفلونس لاين في البحر ده، A 2 مساحة الانفلونس لاين في البحر ده، A 3 مساحة الانفلونس لاين في البحر ده. طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبة للكاميرات المستمرة influence lines المتاحة عندنا، لو انا بتكلم على عزوم او شير في البحر الاولاني هستخدم اكبر عدد من البحور موجودة عندي اللي هم الثلاث بحور. الواقع طبعا ان طول الكرين جردل بتكون مستمرة على اكتر من ثلاث بحور، ممكن خمس بحور او اربع بحور، خمس بحور، ست بحور، ده العادي. ما عنديش influence line لخمس وست بحور والكلام ده، فالinfluence line بتاعي اكبر عدد من البحور متاح هو الثلاث بحور لو بتكلم على influence line للنقط بتاعت البحر الاول، لان هتلاحظ ان البحور اللي بعد كده هتبقى قيم الانفلونس line فيها صغيرة جدا وغير مؤثرة، عشان كده مش موجودة ومفيش داعي ادور عليها واحسب. لو انا بتكلم على البحر التاني هتلاقي متاح عندك influence line للكاميرات الاربع بحور والكلام ده في الانفلونس لاينز بتاعت القوة الداخلية بتاعت البحر التاني سواء مومنت او شير. يبقى وانت بتتكلم في البحر التاني هتاخده من الانفلونس لاين بتاع الكاميرات الاربع بحور. كويس، في النهاية عند كل نقطة عندي هنا هوت هتلاقي في عندك ام بوزيتيف وام نيجاتيف. ام بوزيتيف جاي من الاحمال الموزعة وام بوزيتيف جاي من احمال الويل لودز تجمعهم على بعض، ام نيجاتيف جاي من الاحمال الموزعه وام نيجاتيف جاي من الويل لودز تجمعهم على بعض هيطلع عندي بوزيتيف مومنت ونيجاتيف مومنت. النقطه الثانيه بوزيتيف ونيجاتيف وهكذا. عند كل نقطه من النقط اللي انا اخدتهم هتلاقي مومنت بوزيتيف ونيجاتيف. هتوقع الكلام ده كله توصل النقط اللي فوق ببعض وتوصل النقط اللي تحت ببعض، ده يديني الانفلوب بتاع البنينج مومنت. وده بيوضح لي ليه انا استخدمت الانفلونس لاين علشان ارسم المومنت. انا مش بس عايز الماكسيمم نيجاتيف مومنت اللي هنا واللي هنا عشان اصمم عليهم القطاع والتسليح، والبوزيتيف اللي هنا واللي هنا لنفس الغرض، لا انا عايز اعرف شكل التوزيع عشان توقيفات الحديد واطوال الرباط بتاعه الحديد هتتحسب على شكل المومنت اللي موجود عندي. بسبب الاحمال المركزه اللي غالبا بتكون كبيره نتيجه الكرين وارد جدا ان تولد عندي نيجاتيف مومنت في منتصف البخور بالشكل ده، وارد جدا ان البحر الخارجي يكون متغطي بالكامل بنيجاتيف مومنت، وده هيفرق معايا في توقيفات الحديد كتير. ده شكل الشير. هتلاقي شكل الشير برضو زي ما عملت المومنت هعمل للشير، وعند كل نقطه عندي كيو ماكسيمم وكيو مينيمم او كيو بوزيتيف وكيو نيجاتيف. هنا هوت برضو عندي كيو بوزيتيف وكيو نيجاتيف وهكذا عند كل نقطه من اللي انا اخترتهم. الرايت ركيزه هنا نص البحر، الليفت ركيزه اللي في النص، وبعدين رايت الركيزه اللي في النص في البحر الثاني، نص البحر الثاني، ليفت الركيزه دهيت. كل واحده منهم فيها كيو بوزيتيف وكيو نيجاتيف، جزء منه جاي من الاحمال المركزه بتاعه العجلات، جزء منه من جاي من الاحمال للدبليو التيميت والدبليو مينيمم اللي هي اليونيفورم لودز ديد لود ولايف لود مع بعض. هقدر اجيب قيم الشير دي كلها وارسم. طبعا برضو الشكل ده هو هيساعدني ان انا اعرف لو كنت محتاج تسليح خاص، فالتسليح الخاص ده هو مطلوب يمتد لحد فين. مش ما ينفعش اكتفي بالنقطة اللي هنا والنقطة اللي هنا، لان لو وصلتهم ببعض هلاقي ان شكل الشير مش بيماثل التوزيع الحقيقي اللي بيحصل، فلازم برضو الشير احسبه بهذه الطريقة وباستخدام الانفلونس لاينز. بسبب شكل المومنت اللي موجود عندي اللي احنا قلنا بلاقي النيجاتيف مومنت بيغطي معظم البخور اللي موجود عندي، ده مش بس كده، ده احنا احيانا كمان بنلاقي في بوزيتيف مومنت موجود عند السبورتس. شكل المومنت فعلا بتاع الكاميرا دي بيكون غريب بسبب الاحمال المركزه الثقيله قوي عليها مقارنه بالديد لود بتاع الكاميرا، فبالتالي في نيجاتيف مومنت ممكن يتولد في نص البحر، في بوزيتيف مومنت احيانا بيتولد عند الركاز، وبالتالي الحديد العلوي اللي موجود عندي ما ينفعش بقى ان انا مد الحديد لتلت البحر زي ما انا متعود في الكاميرات العاديه، هلاقي نفسي مضطر اوصل حديد لنص البحر واعمل كمان طول رباط للاسياخ ال دي، الركوب بتاع الاسياخ بتاعي واصله بطول ال دي. الكلام ده هيتعمل في البحر ده وهيتعمل في البحر الثاني كمان. بالنسبه للبوزيتيف الحديد بتاعي بضطر ان انا اخده من الاول للاخر، غالبا ما بقدرش اوقف اسياخ بدري شويه، وكمان لو كان في بوزيتيف مومنت وصل لحد الركيزه ممكن اضطر ان انا اعمل ركوب للاسياخ في البوزيتيف اللي دي على حسب شكل المومنت ما يطلع عندي.
غالبا بسبب توسيع الشير الغريب برضو شوية بسبب وجود الأحمال المركزة التقيلة، احتمال كبير تلاقي إن الكنات بتاعتك اللي بتستخدمها لمقاومة قوى القص اضطر إن أنا أخليها تمشي على كامل بحر الكبر. حسابات طبعا هي اللي بتؤكد وبتوضح هذا الكلام. نيجي للأحمال اللي هتيجي على الفريم. الأحمال اللي بتيجي من الفريم من كاميرا الكرين، أول حاجة نتيجة المينيمم لود، المينيمم لود اللي هو 9/10 جي اللي موجود على كاميرا الكرين، هيجي لي رد فعل هنا هسميه R1، هيجي على طرف البراكت بتاع الفريم اللي هو ده. يبقى دي أول حاجة نتيجة المينيمم لود. قيمة الحمل ده بيساوي إيه؟ R1 1.1 W مينيمم في L اللي هي السبيسينج بتاع الفريمز. R1 ده بما انه جاي من المينيمم لود كده كده لازم هيكون موجود، وبالتالي اضيف الحمل ده هوت على الكيس بتاعت الفريم اللي كان فيها المينيمم لود اللي هو 9/10 الديد لود بتاعه. يبقى وانا بعمل الكيس اوف لودنج بتاع الفريم لو كان في عندي كرين بحسب R1 دي واضيفها للمينيمم لود بتاع الفريم. بعد كده عندي الأحمال الموزعة بانتظام اللي موجودة على الكاميرا اللي ممكن تبقى ألتيميت وممكن تبقى مينيمم، فالمفروض إن أنا أخدت المينيمم خلاص على الكاميرا دي من أولها لآخرها وجبت R1 المناظرة ليها، أبتدي أفكر في الأحمال الزيادة اللي ممكن تيجي اللي هي الفرق ما بين الألتيميت لود والمينيمم لود. يبقى زي ما عملت في الكيس لودينج بتاعة الفريم برضو هحسب الأحمال المناظرة والمشابهة ليها على كاميرا الكرين W ألتيميت داينس W مينيمم، هو ده الحمل اللي ممكن يكون موجود او مش موجود. يبقى نص جي زائد 1.6 البي. الحمل ده هوت لو اتوجد على الكاميرا هيديني رد فعل R2 هتساوي 1.1 قيمة الحمل W ultimate ناقص W minimum في السبان L. الحمل ده هوت R2 من الاحمال اللايف لود اللي هتكون موجودة كمان اللي هي حمل اللي جاي من العجلات بتاعت الكريم. لو انا جيت رسمت الكاميرا بتاعت الكرين عليها احمال مركزة، لو انا عندي الجنب اللي فيه بي ماكسيمم بتاعت الكرين بي ماكسيمم زائد اي، يبقى الحمل المركز 1.6 بي ماكسيمم زائد اي، حملين مركزين زي ما اتفقنا بينهم مسافة معينة اي محددة وثابتة، الحملين دول بيتحركوا هنا اهوت، عايز اجيب اكبر رد فعل هيحصل على البراكت اللي عندي. زي ما اتفقنا احنا بنصمم دايما أول فريم داخلي يعني تاني فريم موجود عندي، وبالتالي عايز أجيب رد الفعل على تاني فريم نتيجة الأحمال المركزة دي. حط الأحمال فين؟ لازم أرجع برضو للإنفلانس لاين، هجيب إنفلانس لاين للرياكشن لرد الفعل اللي موجود هنا لكاميرا مستمرة، وأحرك الأحمال دي بحيث إن مجموع الأحداثيين اللي تحت الحملين دول يكونوا أكبر ما يمكن، أضرب قيمة أي حمل منهم او كل حمل منهم المفروض بيتضرب في الاحداثي اللي تحته، يعني باخد حمل واحد واضربه في مجموع الاحداثيين زي ما عملت بالظبط بالنسبه للمومنت، وزي ما المفروض اعمل بالنسبه للشير هعمل كمان بالنسبه للرياكشن. الرياكشن اللي هينتج من وجود حملين مركزين ناتجين من البي ماكسيمم اللي عندي هسميه R3. يبقى الزياده R ماكسيمم اللي هتيجي هنا هو نتيجه الاحمال اللايف لود المتحركه، رد الفعل الماكسيمم اللي هيجي على البراكت، الزيادة عن ال W minimum وال R1 اللي اتكلمت عليها قبل كده، هي عبارة عن مجموع R2 اللي جاي من الأحمال الموزعة زائد R3 اللي جاي من الأحمال المركزة المتحركة. يبقى R maximum هي R2 زائد R3، ده عبارة عن حمل مركز R maximum هيجي على البراكت هنا. بس احنا عرفنا ان الحمل ده هو هيبقى بالقيمة الماكسيموم لما العربية بتاعت الكرين تبقى واقفة في الجنب ده، في نفس اللحظة دي اللي هيجي فيها هنا ار ماكسيمم مش هيكون الحمل التاني في الجنب التاني ار ماكسيمم، امال هيكون ايه؟ هيكون ار مينيمم. لما العربية تكون واقفة هنا اهوت هتديني عجلتين حملهم بي ماكسيمم نتج عنهم R3 اللي حسبتها قبل كده اللي جبت منها ار ماكسيمم. طيب لو حصل الكلام ده هنا اهوت في الجنب التاني هيكون في ايه؟ الحملين المركزين هيبقوا بي مينيمم، بي مينيمم هنا وبي مينيمم هنا، برضو بي مينيمم دي احمال متحركه هتتضرب ضرب في معامل الديناميك لود
اللي هو البي مينيمم زائد امباكت 1.25 بي مينيمم، وهتتضرب في 1.6 عشان تبقى التيميت لود، لان هي عباره عن لايف لود. برضو هضرب قيمه الاحمال دهيت في مجموع الاحداثيات بتاعت الاي بلس لاين اللي انا جبتها قبل كده، هي نفس الاحمال، لان انا عايز اجيب اكبر قيمه، ولان العجلتين دول والعجلتين دول هيكونوا واقفين بالتاكيد في نفس المكان، فبالتالي هاخد نفس قيمه الاحداثيين اللي جبتهم بتوع الاي بلس لاين بتوع الرياكشن واضربهم بقيمه 1.6 بي مينيمم زائد ار، هجيب رد فعل اسمه ار 3. يبقى اكبر حمل هيجي لي في الجانب الاخر ان هوت عباره عن ار 2 اللي جايه من الاحمال الموزعه زائد ار 4 اللي جايه من البي مينيمم، ويبقى هي دي بسميها ار مينيمم. يبقى الفريم لو اتوجد في جنب ار ماكسيمم، الجنب الثاني هيتوجد ار مينيمم كاحمال زياده جايه من اللايف لود. ممكن الوضع يكون بالعكس، ممكن الار ماكسيمم تكون هنا وتكون الار مينيمم في الناحيه الثانيه. حاله الكرين بي ماكسيمم على اليمين وبي مينيمم على الشمال، او العكس بي مينيمم على اليمين وبي ماكسيمم او ار ماكسيمم على الشمال، لازم اخدهم في الحالات بتاعت التصميم بتاعت الفريم. تعالوا نشوف هناخدهم ازاي. ادي الاحمال على الفريم بالكيسز اوف لودنج اللي عندي كامله. لو انا رجعت الفريم زي اللي اتكلمت عليه في المحاضره اللي فاتت، الكيس الاولانيه بتاعتي متفقين، بحط W مينيمم على الفريم ككل اللي هي 9/10 ديد لود، وما تنساش بقى لو في براكت في الفريم تحط عليه ال R1 اللي هي جايه من ال W مينيمم اللي موجوده على كاميرا الكرين. كل كاميرا كرين في مينيمم ديد لود موجود عليها، ال W مينيمم بتاعها 9/10 الديد لود بتاعها، جبت منها R1 زي ما انا قلت قبل كده. يبقى الكيس دي كامله خدت المينيمم لود على الفريم ككل. كيس 1. كيس 2 اتكلمنا عليها قبل كده، لو في عندي الفرق بين الالتيميت والمينيمم على البحر الاولاني. كيس 3 الفرق ما بين الالتيميت والمينيمم على البحر الثاني، وهكذا هستمر في كل البخور بتاعت الفريم بتاعتي. نيجي للكيسز بتاعت الكرين. لو عندي فريم بحرين زي اللي قدامي ده او باكيتين، كل باكيه فيهم فيها كرين، فهتكلم الاول على تو كيسز. لو الكرين موجود في البحر الاولاني او الباكيه الاولانيه، لو الكريم موجود في الباكيه الاولانيه، في عندي احتمالين هيديني تو كيسز اوف لودنج مختلفين. اما ان الار ماكسيمم تكون على الشمال والار مينيمم على اليمين، او الار مينيمم هي اللي على الشمال والار ماكسيمم على اليمين. دول تو كيسز مختلفين، ممكن دي اللي تحصل ممكن دي اللي تحصل. يبقى لازم ادرس الكيس دي واحطها من ضمن الكيسز بتاعتي كيس 4، وادرس الكيس دي واحطها كيس 5 من الكيسز بتاعت الفريم بتاعي. لو الكرين موجود في الباكيه الثانيه من الفريم، في الحاله دي برضو عندي تو كيسز اللي هم 6 و7. اما ار ماكسيمم هتكون على الشمال وار مينيمم على اليمين، او ار مينيمم على الشمال وار ماكسيمم على اليمين. دول تو كيسز مختلفين موجودين على الكرين. لما اجي اجمع اخد بالي ان التو كيسز بتوع الكرين 4 و5، لو الكرين موجود في الباكيه اللي على الشمال، يا اما اخد الكيس دي يا اما اخد الكيس دي، ما يتاخدوش الاثنين مع بعض. عاملة بالظبط زي فكرة الويند. الويند إما يجي من الشمال لليمين وإما يجي من اليمين للشمال. لما تيجي تختار تختار واحدة منهم بس. يبقى لما أجي أجمع مومنت عند مثلا سيكشن 4. سيكشن 4 هنا هوت المومنت بتاعه هيكون سالب. يبقى هاخد الكيس الأولانية، شوف إشارة المومنت عند 4 لقيته سالب. الكيس دي لو تديني عزم سالب هجمعه عليها مع الـ N corresponding طبعا عشان أجيب M maximum. الكيس دي لو كانت بتديني سالب هاخدها، ما كانت بتديني موجب مش هاخدها. هاجي في التو كيسز دول اشوف مين فيهم بيديني سالب في نفس القطاع دهوت عشان اختار واحده منهم. اللي تديني منهم سالب اخدها، لو كانوا الاثنين بيدوا سالب اخد اللي بتدي اكتر. نفس الكلام التو كيسز دول، التو كيسز دول ما يحصلوش مع بعض، اشوف مين فيهم بيديني عزم سالب هنا. اللي يديني عزم سالب اخدها، لو الاثنين بيدوا سالب اخد الكبيره اللي فيهم، لو مفيش حد منهم بيدي سالب ما اخدش حد منهم خالص. دي كيس بتاعت لايف لود، ممكن اخدها او ما اخدهاش. زي ما عملت في الام ماكسيمم والان كورسبوندنج ليها، ابتدي احسب الام مينيمم، اشوف هنا كانت الاشاره سالبه، ابتدي اجمع كل العزوم الموجبه. لو الكيس دي تديني موجب اخدها، طبعا الكيس دي مش هتديني موجب مش هاخدها. الكيس دي لو بتديني هنا موجب هاخدها. التو كيسز دول اشوف مين فيهم بيديني موجب، ولو الاثنين بيدوا موجب اخد الاكبر. التو كيسز دول بنفس الطريقة،
اجمع ام مينيموم وان كورسبوندينج له، وبعدين اجمع الكيو ماكسيموم بنفس الطريقه. يبقى احنا كده هتلاقي الجدول بتاع الفريم بتاعك عمال يكبر على حسب عدد الكيسز اللونينج اللي موجوده. وده بيوضح لنا ميزه الطريقه دهيت عن ان انا اشتغل بالكومبينيشنز بتاعت الاحمال. مع زياده عدد حالات التحميل هتلاقي الكومبينيشنز بقت صعبه شويه، عددها كبير جدا، سهل قوي ان انت تغلط وتنسى واحده فيهم. لكن لو اشتغلت بالطريقه اللي احنا بنقول عليها دي، مش ممكن كيس منهم تروح منك ابدا. كده يبقى شفنا في المحاضره النهارده يعني ايه اوفر هيد كرين، وعرفنا بيتحرك ازاي وبيشيل الحاجه ازاي، وكاميرا الكرين اللي هي الكرين جيردر اللي بتشيل الكرين دهوت، شفنا مكانها بيكون موجود ازاي في الفريمز بتاعتي، وشفنا الاحمال اللي عليها وازاي نحسب القوة الداخلية المتولدة بيها، وازاي نعمل حالات التحميل على الفريم بأخذ كاميرا الكرين في الاعتبار.